اليوم هي فرصة اللي كينهن المجتمع المدني على هذه الذكرى الثانية اللي كتنعقد في ظرفية أساسية، وفي هذا اليوم اللي كانت في هذه المسيرة الحاشدة اللي الحمد لله جسدت إجماع الشعب المغربي في القضية الوطنية الأولى ديالو. وهذا اليوم كيتميز أساسا بأنه غتكون فرصة لإعلان الجائزة ديال المجتمع المدني، كذلك لإطلاق بوابة الشراكة ولتعزيز مسار الديمقراطية التشاركية اللي هي مكملة للديمقراطية التمثيلية. الفاعل المدني شريك أساسي، عنده أدوار كيشتغل في مجال أفقي، عنده أدوار مهمة. نحييه بهذه المناسبة ونهنيه على الجهود اللي كيبذلها طوال السنة.